أمي، سيد رفض الزواج كفكرة. هو مانو مهتم كتير بهي القصص. بعدين أموره مع أبو مانا كتير منيحة هالأيام، ما رح يسمع من أبو. ماما، لا يمكن تكمل الأمور إلا إذا اقتنع أنه يتزوج. اسمعي أبيكشا، فكري بعقلك مو بعواطفك. إذا كان أبو معك وعم يدعمك، مع أنه أمور مانا منيحة وفي مشاكل بيناتهم، بس بضل جيريش هو أبو لسيد، وهي الحقيقة بالآخر. وما ضل له غيره بعد وفاة أمه بعمر صغير، وأنت لازم تصالحيهم لأنه هذا الموضوع لصالحك. أول شيء أبوه وبعدين جده، لازم تساوي إلك مكان بهي العيلة، وهيك سيد أكيد رح يحبك وبالآخر رح يتزوجك. إيه، وبتعرفي شو؟ بعيل مثل هاي الأمور كتير بسيطة، بس شغلتي مخك وركزتي رح تكسبي الكل. ممتاز أمي، أنا ما خطر لي كل هذا الحكي. لتعرفي قيمة أمك وتسمعي كلامها، أول شي أبوه، إيه؟ وبعد العيلة، بعدين سيد، هذا هو المهم. إيه طبعاً أمي، وبالآخر رح يمشي الحال. وبتعرفي شو؟ كمان صارت قصة أمي. ليكي، أنا خليت سيد يوعدني إنه ما يتزوج بنت تانية غيري. إيه بس يا عم، 10 كيلو عوامي ما بيكفونا. قلت إنك رح تأملنا 50 كيلو. أنت عم تشتغل مع جدي من سنين، وأنت دائماً يا ابني شو بهام، شغلتي كمان عاملين إضراب، وبكرة في عطلة، لهيك رح يكون في زحمة بمحلي. بسبب غلاوة عيلتكن أنا هلأ قدرت أمن هدول خدهم معك. ماشي يا ابني؟ ماشي، شكراً لك. أهلي. معلم أقروال، أعطيت شبهام 10 كيلو بدل 50 اللي طلبون، يعني نفذت اتفاقنا، لهيك ناطر المصاري منك. أنت بتعرف غلاوتك عندي، بانتظارك. كم كيلو من الحلويات عملتي يا ميتاي؟ مو كتير لسه يا كيرتي، من شوي بلشت. حوالي 30 لـ40 كيلو صاروا جاهزين. عنجد؟ بس 30 لـ40 كيلو لهلا؟ أسرعي ميتاي، صارت الساعة 2. أنتي شو عم تعملي هون؟ ها؟ يا بنتي لا تضيعي وقتك. يعني المشبك رح يحل المشكلة؟ ومن كل عقلك رح تجهزوا 60 كيلو مستحيل تلحقوا.